نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات، البداية من محافظة اسكندرية اللي شهدت احتفالات وعروض بالمراكب وأغاني وطنية بمناسبة العيد القومي للمحافظة. في شمال سيناء وصل اعتماد الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي لأكثر من 451 مليون جنيه. كمان محافظة الدقهلية أعلنت الانتهاء من 510 من مشاريع واستكمال 64 مشروع ضمن مبادرة حياة كريمة. أما في المنوفية أعلنت مديرية الزراعة ارتفاع عملية توريد القمح في صوامع المراكز إلى 110 ألف طن خلال الآونة الأخيرة. تعالوا نتابع. بالنسبة لأخبار المحافظات، فالإسكندرية شهدت احتفالات بمناسبة عيدها القومي، وانطلقت الفعاليات بدءاً من منطقة المحروسة وصولاً لبحري على طول كورنيش المدينة وسط أجواء سعيدة، واصطف الأطفال على طول الكورنيش حاملين الأعلام المصرية، وارتفعت في الخلفية أصوات الأغاني الوطنية اللي أطفت أجواء مميزة على الاحتفالات. كما نظمت الأندية البحرية عروض بالمراكب للزوار داخل البحر في نطاق ستانلي وصولاً لكيلوباترا. أعلنت محافظة شمال سيناء إن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي بلغت 451.473 مليون جنيه، حيث إن الدولة اهتمت بتدشين تجمعات سكانية جديدة لتوفير حياة كريمة للسكان وبدء صفحة جديدة عنوانها التعمير والبناء ووجود الكثير من المشروعات التنموية الكبرى في مدينة رفح الجديدة وقرى الصيادين ببئر العبد والمرحلة الثانية من التجمعات التنموية في منطقة وسط سيناء. أيضاً أعلنت محافظة الدقهلية إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة حققت الكثير من الإنجازات على أرض الواقع لتحقيق البناء والتطوير والتنمية المستدامة، وبلغ إجمالي المشروعات في القطاعات المتنوعة بحياة كريمة بالمحافظة 574 مشروع، وتم الانتهاء من 510 مشروع وجار استكمال 64 مشروع آخر، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة حراك كبير في تنفيذ كافة المشروعات القومية بالمحافظة من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. في المنوفية أعلنت مديرية الزراعة ارتفاع عملية توريد القمح في صوامع المراكز ل 110 ألف طن خلال الآونة الأخيرة، وبتوجد 13 صومعة وشونة وهنجر في عدد من المدن والقرى بالمحافظة بتستقبل الذهب الأصفر على مدار اليوم. وبتعد المنوفية من أكثر المحافظات زراعة للذهب الأصفر، استبلغ المساحة المنزرعة 99,967 فدان و20 إيراط على مستوى المحافظة. في البحر الأحمر كشفت جداول التشغيل لرحلات الوصول بمطار الغردقة الدولي استقبال المطار 17,000 سائح قادمين على متن 86 رحلة طيران سياحية منتظمة وشارتر من مختلف المطارات مطارات دولية، بيتصدر قائمة الجنسيات الألمان والبلجيك والروس والإنجليز. كمان أكدت محافظة الأليوبية فتح منافذ جديدة للعيادات المسائية في الفترة من 2 ظهراً حتى 8 مساءً بالمستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية وأمانة المركز الطبية المتخصصة بدءاً من الأسبوع المقبل، إضافة لتشغيل عيادات مسائية خلال الفترة من 4 وحتى 8 مساءً بعيادات العبور وحسن عوض ببنها ونصار الأليوب لتقليل زمن انتظار مرضى الأمراض المزمنة وكبار السن. أيضاً أعلنت محافظة أسوان إعادة فتح حركة الملاحة النهرية في بحيرة ناصر، وده بعد وقفها لمدة يومين بسبب حالة الطقس السيء في مدينة أبو سمبل من هطول أمطار ووجود رياح شديدة وبرق ورعد وعاصفة محملة بأتربة تسببت في انعدام الرؤية. أكدت محافظة الأقصر أنه تم زراعة 250 ألف شجرة في مختلف مدن المحافظة خلال المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة 100 مليون شجرة، وده بالتعاون مع مختلف الإدارات والمراكز والمدن وبمشاركة مجتمعية، ده بالإضافة لأعمال زراعة نباتات الزينة والتجميل ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بما يساهم في تحسين الرؤية البصرية وخلق ظلال طبيعية تعمل على التخفيف من حدة أشعة الشمس.